البنت بتحب الراجل اللي بيمشي كلمته عليها وبتكره الراجل اللي بيمشي كلمته عليها. يعني مثلا لو كلمتك قالت لك ايوه حبيبي انا نازله مهندسين وانت قلت لها ماشي تقول لك ايه ده ايه ده ايه ده ايه ايه خرع ده ده بنوم ده ولا ايه مفيش رجوله كده خالص. ولو قلت لها لا مفيش نزول لا ده تحكمي. شريف انا شفتك مع المكواجي امبارح. ما هو كان بيمشي لي على البلوزه. يمشي لك على البلوزه وانت لابساها. ما انا كنت قلعاها. ما هو ده انيل يا كيف قلعوا البلوزه. ما هو ده مكواجي. يعني محرم ايه اللي ما هو ده مكواجي. يا بجحتك يا اللي حاسدني وكمان جاي تقلدني علشان انا بحمد ربي دايما ربي مزودني دايما ربي مزودني مش بهدومك وشياكتك القلب خلاص داي يا مدع مني حبايب حبايب أزعل على مين ولا مين سوري اجمد عم الطريق سابني في عركة وجري واعمل وحش الشاشة طرم مصرف مش محترم عيلة شوية عرام جاي في حكايه واقف في ايدي الجبايه طلعت الفرد وبغباي رحت ضربت البلحايه اتفتحت بلكونه اشتغلت عندي الجنونه الشقه طلعت مسكونه اصل الحكايه مش مضمونه الناس كلها سواسية آسف محطوط في حزام الناسف من يوم مجنون وبجازف على لحن الموت انا عازف اغنية احساس عالدغرك فين ايه اللي جرى جاب كورا حطيت المنظرة والمسخرة جرى ايه يا ولاد يعقول فين الشمس ما تحماشي لحسن حبيب القلب صباح ماشي ويا حمام يا حمام وقولوا مهرجانات بعمل كليبات بعمل رأس وبرقصكم رأس وبرقصكم غنى وبغنيكم وربكم ما يزنب ميزة وانت مش وقتك بتاع الغضب دلوقتي موسى ايه بحبك قلت انا كده وربنا بحبك يا بنت مين انت تقصد مالك والمصحف انت ايه بحبك خدت ايه مصر بسكوتك ما تستخسرش فيها صوتك بتكتب بكرة بشروطك دي بشرة خير قوم نادي عصعيدي وابن اخوك البورسعيدي انا بصعرب بس يعني حرقهم قوي كده ليه انا مش شاغل بالي بحد شاغلين بالهم بي انا ليه يعني يقولوا يعيدوا كلامهم انا ولا شيء انا نفسي اعرف وما افتكرش ان حد فيكوا سد معايا